مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم حكايات فنيه الموسم الثاني. حلقتنا النهارده عن نجمه من نجوم الزمن الجميل، برنسيسه السينما المصريه، اميره السينما الجميله الرقيقه الوجه الملائكي، هي الاميره انجي، هي الفنانه الكبيره القديره مريم فخر الدين. ان شاء الله تكون النهارده حلقتنا عنها بمناسبه ذكرى راحلها، ميلاد النجمه الكبيره الراحله مريم فخر الدين في 8 سبتمبر 1931. كان والدها مفتش ري من أصل الفيوم، ووالدتها مجرية، وكان لها أخ واحد بس هو النجم الفنان يوسف فخر الدين، وكان أصغر منها ب4 سنين. تلقت تعليمها في المدرسة الألمانية بالقاهرة، ويعني أنا كنت الله يرحمها بتواصل معها جدا في أيامها الأخيرة، وبتكلمها باستمرار عشان تحكي لي ذكرياتها وعن حياتها الفنية والشخصية. قالت لي ان هي دخلت الفن عن طريق الصدفة عشان توفر 5 جنيه. ازاي بقى؟ هحكي لكم الحكاية. والدتها جه عيد ميلادها، قالت لها عايزة ايه يا مريم في عيد ميلادك؟ قالت لها انا عايزة اتصور صورة. في الوقت ده كان التصوير بقى يعني حلم اي حد ان يتصور صورة فوتوغرافية. فراحت لمصورات عشان تاخد صورة كارت عادية. قال لها الصورة ب5 جنيه، ولا عايزاها تنزل في مجلة الايماج مقابل انها تكون مجانيه؟ قالت له ايه مجله الايماج دي؟ قال لها عامله مسابقه لاجمل وجه. قالت له اسم مريم هينزل؟ قال لها لا، بتبقى بالارقام بس، وتاخد الصوره مجانيه وما في من غير فلوس ولا حاجه. وبالفعل قالت له اوكي ماشي، وعملت الصوره وخدت الصوره وما فيش حاجه خالص. بعد فتره كسبت هي الجائزه فتاه الغلاف، وكانت اجمل وجه. والدها عرف بقى لما جالهم جواب في البيت ان هي كسبت 250 جنيه وصورتها نزلت غلاف على مجلة الإيماج الفرنسية. يعني والدها في الوقت ده كان قاسي جدا، وكان عيب قوي ان يخليها مثلا حتى ترد على التليفون، او ان هي تنزل صورتها في المجلات، او حتى انها تروح سينما. فمن هنا دخلت السينما اصلا بطريق الصدفة. ابتدى بعد فترة المنتجين يجوا بقى عايزين يتفقوا معاها على افلام، ويعني جالها المنتج والفنان انور وجدي، والدها طرده وقال له عيب، ما عندناش بنات للتمثيل والمسخره دي. كان في الوقت ده عيب الفن وعيب التمثيل. بعدها جه الفنان حسين صدقي، برضه والدها عمل نفس الحكايه وطرده وقال له لا، ما عندناش بنات للفن والكلام ده الفاضي. لحد ما جاء الفنان المخرج المبدع احمد بدرخان، والدها رحب بيه جدا. ليه؟ معانا اتصال؟ الفنانه القديره عفاف رشاد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا استاذ معتز، ازي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه وبخير، اهلا بيكي منوره الدنيا. الله يخليك. انتوا بتتكلموا عن قيمه وقامه للاستاذه الفنانه الجميله مريم فخر الدين، وهي من الناس اللي هم كانوا علامه للسينما المصريه. مفيش شك. يا ترى حضرتك بتحب لها افلام ايه او اعمال ايه حضرتك بتحبها ليها؟ لا، انا بصراحه بحب لها افلام كتير جدا جدا، منهم نعم. زي ايه حضرتك؟ يعني حكاية حب، الأرض الطيبة، رد قلبي طبعاً، أميرة إنجي، لا أنام، عريس لأختي، موعد مع الماضي، من الأفلام الجميلة برضو اللي بحبها لها قوي، طهرة اللي هي الست الطيبة اللي بتكلم عن أرض مصر، البنات والصيف، ليلة غرام، ده حاجات كتير وكتير، ولقاء في الغروب مع رشدي أباظة، وعذراء ولكن، وفضيحة في الزمالك، أقول إيه ولا إيه؟ وارحم حبي وأنا وقلبي، وبقايا عذراء، والقصر الملعون، يعني وأقوى من الحياة، وداعا يعني حب كتير، هقول إيه ولا إيه ولا إيه؟ يعني عشان كده أنا بقول لك هي من علامات السينما المصرية المميزة، اتعلمنا منها الكثير والكثير. فعلا هي فنانة عظيمة، والحقيقة ما جاش وجه ملائكي جميل زي وجهها، وكانت صادقة في كل فيلم بتأديه. أنا سامعة صوتك بالعافية يا أستاذ معتز، كانت صوتك مش واضح خالص. قدمت مجموعة أفلام هامة جدا في تاريخ السينما المصرية طبعا. فعلا، وقدمت أعمال خالدة وتفضل عايشة دايما في قلوبنا من خلال أعمالها طبعا. اللي قدمتها سواء في السينما هي وكل جيلها طبعا، يعني طبعا. هي وكل جيلها الحقيقة. أنا حابة البرنامج بتاعك ده، لأنك بتقول بتدينا الجانب الآخر عن شخصياتهم الحقيقية في الحياة الحقيقية. حاجة جميلة جدا طبعا انك انت الناس الفنانين الكبار، ان احنا بنبقى عايزين نعرف حياتهم الشخصية ايه، او كانت حياتهم عاملة ازاي، بالذات ان دولت يعني عملوا علامة فينا، وكنا بنحب ان احنا بنحس انهم حد مننا، فكنا بنبقى عايزين نعرف عنهم كل حاجة. فالبرنامج ده بتاعك بيساعدنا ان احنا نعرف عن فنانيننا العظام كل شيء.
ميرسي قوي لحضرتك على المتابعة، ده شيء يشرفنا جدا الله وشهادة يخليك. اعتز بيها. وكمان انا عايزه اشكرك انك انت حد دؤوب وحد ناجح وحد بتسعى انك ازاي توصل للهدف اللي انت عايزه او للنجاح والقمه اللي انت عايزها، فربنا يوفقك. انا ملتزمه ان انا بشوف برنامجك ده دايما وعلى طول لان انا بحبه، ميرسي قوي. وبتمنى لك التوفيق، وانت حد متميز جدا. ان شاء الله ربنا يوفقك وتبقى اكتر من كده كمان بكتير يا رب ان شاء الله. النجمة الجميلة القديرة عفاف رشاد، ألف شكر لحضرتك وميرسي على العفو الكلام الجميل ده العفو والمكالمة الجميلة. العفو ميرسي قوي، العفو، ميرسي جدا. انا اللي ميرسي للمداخلة الجميلة دي، ربنا شكرا يخليك، لكم ألف جميعا شكر لحضرتك. للسادة المشاهدين، مع ميرسي ألف قوي، سلامة، الله مع يسلمك. السلامة. النجمة القديرة عفاف رشاد بشكرك جدا، وهي من أحب النجمات لقلبي والحياة، بتتابعني باستمرار وشيء يسعدني ويشرفني جدا جدا. أكمل لكم حكاية الفنانة مريم فخر الدين، لحد ما جه المخرج أحمد بدرخان، كان والدها يعرف والده في الفيوم لأن هو من أصول الفيوم، ووالدها لأنه مفتش راي كان باستمرار بتنقل الفيوم أسوان في كل مصر يعني، فرحب بيه وقال له أهلا بيك، قال له أنا جايب قصة فيلم ليلة غرام عايز مريم تعملها، قال له مريم تعمل ايه؟ قال له قصة فيلم ليلة غرام، ودي قصة جميلة وحضرتك اقرأها وقول لي رأيك. وبالفعل والدها قرأها وقال لها شوفي يا مريم، أنا هوافق إنك تعملي الفيلم ده عشان تكون القدوة لبنات جيلك، لأن فيلم عظيم وفيلم محترم وفيلم يعني في قيمة يقدمها، في يعني وجهة نظر تتقدم، حاجة هتفيد المجتمع. وبالفعل عملت الفيلم، وكان إخراج الأستاذ أحمد بدرخان. والدها كان نفسه الفيلم يفشل عشان مريم ما تشتغلش، الفيلم نجح جدا جدا وكسر الدنيا، بعدها تولت الاعمال كتير جدا، وكان والدها يعني مش عايزه تشتغل في السينما، قال المخرج محمود ذو الفقار عايز اتفق على فيلم، والدها قال له طب مش هتاخد الا 3000 جنيه، بيقول له 3000 جنيه ده كتير قوي، امال لو هتجوزها هتقول لي كام؟ فقال له لا لو هتتجوزها حاجه تانيه، راح بسرعه يسالها تتجوز الراجل اللي في الصالون ده، والدها كان زهقان ان المنتجين كتير عليها والمخرجين قاعدين يكلموها، فقالت له طب يا بابا ممكن ابص عليه؟ قال لها خش الصالون بص عليه، شافته قالت له اه موافقه، واتجوزت محمود ذو الفقار المخرج الكبير. قالت له انا عايز اعمل فرح، قال لها انت عيله، انا ما اعملش فرح واقعد في كوشه مع عيله. فللاسف ما عملتش فرح ولا لبست عروسه ولا اي حاجه، واتجوزت المخرج الكبير محمود ذو الفقار، وقدمها بقى في افلام كتير جدا، وبعد الجواز طبعا انجبت ابنتها ايمان ذو الفقار، وكان يعني قاسي معاها جدا المخرج محمود ذو الفقار الحقيقه، وكان بيضربها وكان يعني بيشغلها في الافلام من انتاجه ومن اخراجه، ما كانش بيديها فلوس لان هي كانت الله يرحمها الفنانه مريم فخر الدين ما بتعرفش تتكلم في الماديات والحاجات دي، كانت دايما تقول لي انا معتز اي حد يقول لي حاجه اقول له حاضر طيب ماشي. وكان يعني بعد 8 سنين انفصلت عنه لان شافت ان هي كانت تعبانه في حياتها جدا مع المخرج محمود ذو الفقار. وبعد 3 شهور من طلاقها بالظبط من المخرج محمود ذو الفقار اتجوزت الدكتور محمد الطويل وانجبت ابنها احمد، لكن برضو بعد للاسف فتره انفصلت عن. الو معانا اتصال، معانا الكاتبه الكبيره الاستاذه منى الصاوي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ معتز، اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه وبخير وانت بالف صحه وسلامه. ميرسي قوي. النهارده حلقتنا عن النجمه الكبيره مريم فخر الدين، يا ترى حضرتك بتحب لها افلام ايه او اعمال ايه؟ لا صعب، صعب انك تختار لمريم فخر الدين، وبصراحه لتلات ارباع اللي في جيلها انك تقول بحب العمل الفلاني وما بحبش الفلاني. ده حقيقي، وده اللي بيميز هذا الجيل. يعني ما اقدرش احدد بالظبط ايه اللي ممكن احبه لمريم فخر الدين وايه اللي اكرهه، لان بصراحه ما بكرهلهاش حاجه. يعني انت بتتفرج على شكل زي القمر، ممثله جيده جدا، والرومانسيه اللي على اصلها مش مجرد هطل يعني، وليها افلام هامه جدا في السينما المصريه زي فيلم مثلا رد طبعا قلبي ورساله غرام مع فريد الاطرش، وقدمت لا لا لا. مجموعه متنوعه. ما انا بقول لحضرتك، واللي اكبر دليل على فكره يعني ده كده حاجه انا رايي من عندي، اكبر دليل على ان الست دي ممثله هايله انها في الحقيقه مختلفه تماما عن الرومانسيه وعن الرقه وعن كل الكلام ده. صح. ست كانت طبيعيه جدا، كانت بسيطه ومرحه جدا ومفيهاش اي حاجه مكعبله يعني. فده دليل على انها كانت فعلا ممثله اكتر من رائعه.
بالظبط، وأثرت في السينما المصرية وكانت قدوة جدا للفنانة الملتزمة جدا. اللي بتقدم الفن الهادف، الفن المحترم، الفن اللي فيه رسالة تناقشها في أفلامها حضرتك وأعمالها، كلها كانت أعمال متميزة وناجحة يا جدا. أستاذ معتز، ده كان الرسالة، دي كانت الرسالة اللي كل الجيل ده كان بيقدمها. طبعا لو النهاردة نرجع نفكر بهذه الطريقة، تأكد إن مصر هترجع لمكانتها الأساسية في السينما العالمية، طبعا مش السينما العربية بس، صح، لأن كان كل الفنانين كل فكرهم كل هدفهم هو إنهم يكونوا قدوة. آه صحيح، كان الجمال شيء مطلوب جدا، لأن كان كل البنات دولت فتيات الأحلام. إنما بقى يجيب لك النهاردة فتاة كوابيس ويقول لك أصلها ممثلة كويسة، محدش هيتابعها ولا يسمع كلامها. وفي الأول إنما وفي لما الآخر تبقى القصة كانت مريم مهمة، الفن بشمتي الهادف، الرسالة اللي وتبقى ليلى بيوجهها الفن. فوزي، أو لازم هتتابع. طبعا فبالتالي هتلاقي نفسك يعني مقتنع باللي بيعملوه. تمام، انا بشكر حضرتك جدا الكاتبة الكبيرة الأستاذة منى الصاوي، ألف شكر لحضرتك على المكالمة الجميلة دي، ميرسي قوي أنا قوي اللي لحضرتك. ألف ألف شكر، ويا رب دايما موفق يا معتز، لأنك فعلا بتعمل مجهود، لأنه شيء حاجة أنت بتحبها، فعشان كده أنت ناجح. الله أكبر. ميرسي قوي قوي، ربنا يخليكي، وبشكرك جدا جدا على المكالمة الجميلة دي، ألف ألف شكر. أكمل لكم بقى، بعد ما اتطلقت من الدكتور محمد الطويل، كانت السينما في فترة أواخر الستينات سنة 67 وبعد النكسة كانت انهارت تقريبا، فأكتر النجوم والنجمات سافروا إلى لبنان، يعني قدموا أفلام في لبنان وكده. هناك اتعرفت على المطرب الكبير الأستاذ فهد بلان وتزوجت منه، بس للأسف كانت فترة قصيرة جدا جدا وما استمرش الزواج كتير، واخر زوج ليها كان الاستاذ شريف الفضالي، وايضا ما استمرش الزواج كتير، ما كانش في بينهم يعني توافق كبير قوي. انما افلام النجمه الكبيره مريم فخر الدين هي قدمت 240 فيلم سينمائي من اجمل واروع الافلام السينمائيه، وبيعدوا من الكلاسيكيات في السينما المصريه. يعني في فيلم عظيم جدا من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، هو فيلم رد قلبي انتاج الفنانه العظيمه آسيا داغر، وشاركها في البطولة الفنان النجم الكبير شكري سرحان، وأول دور كان للفنان أحمد مظهر، وأول دور أيضا للفنان صلاح ذو الفقار، وكان معاهم النجمة القديرة فردوس محمد والفنان حسين رياض، وكان إخراج الأستاذ عز الدين ذو الفقار، وقدمت فيه الأميرة إنجي الجميلة الرقيقة الهادية الرومانسية. يعني لما نشوف طريقة أدائها نقول فعلا دي أميرة، كانت شيك قوي في أدائها وجميلة في ملامحها، وفيلم يعني بجد بجد فيلم عظيم قوي قوي. وقدمت مجموعة أفلام جميلة جدا، يعني 5 أفلام مع الفنان المبدع فريد الأطرش، يعني زي مثلا رسالة غرام، عهد الهوى. عهد الهوى ده فيلم اتعمل قبل كده، اللي هو قصة غتة الكاميليا، مأخوذ عن قصة غتة الكاميليا، قدمته ليلى مراد في فيلم ليلى، هي قدمته بشكل تاني مختلف بأداء تاني مختلف ونجح جدا جدا جدا. بمناسبة الأستاذ فريد الأطرش الموسيقار العظيم، الحقيقة هي حكت لي موقف جميل جدا 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 أحب أقوله هنا في الحلقة. قالت لي في يوم كانت عازمة الفنان فريد الأطرش على الغداء، فكل شويه السفراجي يقول لها يا مدام نحضر الاكل، تقول له لما الاستاذ فريد يجي. فكانت واقفه في البلكونه تستناه كده، شافته جاي، قالت للسفراجي جهز الاكل يلا الاستاذ فريد جاي. تستنى ربع ساعه يطلع ما طلعش، نص ساعه يطلع ما طلعش، نزلت تشوف في ايه، لقيته بقى ايه البوابين والناس في العماره شافوه، قالوا له استاذ فريد احنا بنحبك غني لنا حاجه. قعد على السلم مع البوابين والعمال بتوع الجراج وكده، قعد يغني لهم انا وانت انا وانت، نزلت تقول له انت سايبني فوق، قال لها اه انا طلبوا مني كده. يعني قد ايه كان انسان كريم جدا جدا، وقد ايه كان فنان بيحب الناس وبيحب فنه وبيحب اي حد بيحب فنه الجميل. فده موقف جميل قوي قوي حكته لي، وقدمت معاه افلام جميله جدا من الكلاسيكيات زي ما قلت لكم. انما نيجي الفيلم حكايه حب مع العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، وغنى لها بتلوموني ليه لو شفتم عينيه حلوين، قد ايه قد ايه كان فيلم الصوره ايه من الفيلم، قد ايه الفيلم ده بيعد من كلاسيكيات السينما المصريه. قالت لي انا عامله 240 فيلم في مكالمه بيني وبينها، لكن انا بعتز قوي يا معتز بفيلم حكايه حب مع عبد الحليم حافظ. القصه كانت جميله والاداء كان جميل والاغاني كانت جميله،
يعني كان فيلم حقيقي مبدع في كل حاجة، في أسلوب التصوير أيضا كان جميل جدا جدا جدا، وحقق نجاح ساحق أوي أوي أوي. والفنانة مريم فخر الدين يا جماعة، عايز أقول لكم على حاجة، ما كانش ما أبدا أنا أكون البطلة الأولى أو اسمها يتكتب إزاي، يعني عملت أفلام كان فيها نجوم ونجمات كبار، زي ما قلت لكم مثلا رد قلب كان فيه هند رستم، في فيلم بقى عظيم جدا جدا جمع كل فنانين مصر الكبار في هذا الوقت، فيلم لا أنام، بطولة مشتركة يعني السيدة فاتن حمامة، النجمة الجميلة، الفنانة مريم فخر الدين، الفنانة هند رستم، والفنان عماد حمدي، والفنان يحيى شاهين، والفنان رشدي أباظة، والفنان عمر الشريف. يعني كان فيلم، عايز أقف عند الصورة دي شوية يا جماعة بعد إذنكم، الصورة دي كمان وطنية الفنانة هند رستم، دي صورة ليها مع محمد فوزي وسرايا حلمي وشادية زي ما احنا شايفين في قطار الرحمة لجمع تبرعات لتسليح الجيش المصري. يعني كان عندها برضو الحس الوطني، هي مصرية مصرية بتحب بلدها قوي قوي قوي، وكانت فنانة عظيمة وإنسانة جميلة قوي. فدي صورة نادرة ليها مع محمد فوزي ومجموعة الفنانين في قطار الرحمة لجمع تبرعات لتسليح الجيش المصري. نرجع لفيلم لا أنام، يعني الفيلم ده كل فنانة كانت بتبرز دورها بطريقة كلامها، بطريقة أدائها، باللبسها، إنما مريم فخر الدين دخلت القلوب جدا من خلال دورها، كان اسمها صفية في الفيلم، وشفنا قد إيه أدائها جميل وبسيط، وكانت بتخش القلب مجرد بس ما نشوفها، فما كانش إطلاقا عندها اعتراض إن تقدم ضيفة شرف أو تقدم دور مع نجوم كبار، ما كانش عندها الحتة دي أبدا، وعملت مع النجمة شادية فيلم ارحم حب أيضا، انما كانت بتعتز جدا بفيلم حكايه حب مع عبد الحليم حافظ، وهو رجع طلبها قبل بعد كده في فيلم الخطايا، بس حست ان القصه مش قويه زي فيلم حكايه حب، وايضا طلبها في اخر فيلم ليه ابي فوق الشجره سنه 69، بس هي قالت لي الحقيقه القصه عجبتها بس اسم الفيلم ما عجبهاش، ان ابي فوق الشجره، قالت لي في حد حط ابوه فوق الشجره فالحته دي ما عجبتهاش خالص خالص. يعني كان لها بقى يعني علاقات كبيرة وأصدقاء كتير جدا جدا، أكتر صديق كان قريب منها هو النجم الراحل فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظهر، صداقة استمرت 40 سنة لحد ما توفى، وأيضا كانت صديقتها ودايما بتتكلم معاها الفنانة الراحلة شادية، كانت من أقرب الناس ليها، وصباح النجمة الجميلة صباح مثلت معاه فيلم من أجمل أفلام السينما المصرية الأيدي الناعمة، وكانوا ثلاث أمارات يعني مريم فخر الدين، الشحرورة صباح، النجمة ليلى طاهر، ومعاها أيضا برضو الفنان أحمد مظهر، لأن كان يعني من أقرب أصدقائها جدا جدا جدا. وكانت معانا اتصال الإعلامية دلال الشاطر، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم، اهلا بيكم، وفعلا انا النهارده سعيده ان انا بشارك في البرنامج، وبشكر الزميل معتز سعد واهتمامكم على فكره بنجوم زمن الفن الجميل من خلال برنامج حكايات فنيه. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك والف شكر على الكلام الجميل ده، انا بشكر حضرتك جدا عليه. النهارده حلقتنا عن النجمه الكبيره مريم فخر الدين، يا ترى حضرتك بتحب لها افلام ايه او اعمال ايه؟ شوف هقول لك حاجه، مريم انا بعتبرها من الناس اللي مرت زي الفراشه في زمن الفن الجميل والسينما بالذات، عندها تلقائيه وعندها طبيعيه في كل حاجه من اول ظهورها. انا من خلال تسجيلاتي في برامجي ما كانش في برنامج الا لما يكون في لقاء مع نجمتنا مريم فخر الدين، قد كده كنت بحب قوي ان انا اقعد معاها لانها عندها تلقائيه في وطبيعيه، عمرها ما كانت بتحسس اللي قدامها انها نجمه كبيره وانها عندها يعني روح النجوميه، بالعكس كانت طبيعيه، كنت تحس انها منك. اكتر الافلام اللي انا طبعا انجي السينما المصريه رد قلبي، وبعدين ده يعني بيعتبر من اهم الافلام، من احسن 100 فيلم في السينما المصريه اذا كان هو ولا الايدي الناعمه زي ما انت قلت. رد قلبي ده كان حاله، وبعدين ساعدها شكلها وطبيعتها، وانها كانت بتعرف اكتر من سبع لغات. يعني رد قلبي من الافلام الجميله جدا اللي انا بعشقها، قصه الكاتب الكبير يوسف السباعي، وكان انتاج المنتجه الكبيره اسيا، ففيلم نجح من كل الجوانب الفنيه والاخراجيه
طريقة التصوير كل حاجة فعلا. بالظبط. فمريم انا بعشق لها رد قلبي، طبعا بحب لها جدا الايدي الناعمه. عارف في كمان في بداياتها خالص كان في فيلم من اجمل الافلام، الطهره، لو حد طبعا فاكر. مع محمود اسماعيل، وكان فيلم عظيم، والارض الطيبه، لا اعمال عظيمه، 240 فيلم. ايوه بالظبط كده. من الافلام كمان اللي انا كنت احب قوي ان انا اشوفها البنات والسيف. ليه؟ لانه الفيلم ده كان ممكن تقول كان شكل جديد لمريم، غير اللي هي البريئة الطيبة الفراشة، يعني كان مختلف، اللي هو البنات والسيف، اللي هو القصة اللي عملتها. مع بديع خيري ومع الاستاذ عادل خيري وكمال الشناوي، كانت قصة جميلة ومتميزة جدا في هذا الفيلم. تخيلوا كمان، شوف قد ايه الست دي كانت مبدعة، انها تقف او يبقى في تنافس غير طبيعي في الاداء وفي الجمال من خلال فيلم لا انام. بالظبط. هند رستم وفاتن حمامه سيده الشاشه العربيه. وقدمت ارحم حبي ايضا مع وخدت النجمه جايزه شاديه، وما كانش على بيهمها ان معاه نجوم ونجمات كبار، كل فنان كان ليه اسلوبه وليه اداؤه فعلا. فكره لا انام كان واخد جايزه، هي اخدت جايزه. والفنانه فاتن حمامه ما خدتش عنها جايزه. بص هقول لك حاجة، هو الجيل ده كان جيل الحب. بالظبط. فكان تحس انه المجموعة رغم انه كان في تنافس، بس كان تنافس جميل. وكان تنافس في الفن، انه ازاي انا ابقى اقدم احسن، اقدم اجمل، اعمل دور يعني يعمل بصمة، حاجات بالظبط. كتيرة كان في الجيل ده. هو ده زمن الفن الجميل اللي للأسف مش هيتعوض أبدا، من نجومه ونجماته العظماء اللي عايشين في قلوبنا لحد دلوقتي. بالظبط بالظبط. طبعا ربنا يرحمها. وشوف هي يعني كان بيتقال عليها برنسيسة الأحلام، كان بيتقال عليها حسناء الشاشة، أو أنا بحب ملاك السينما. بالظبط، هي فعلا وجه ملائكي جميل جدا جدا، من أول فيلم قدمته ليلة غرام وهي فعلا ملاك. بالظبط. وشوف وشها في الطهرة كان عامل ازاي، فعلا يعني كانت طهرة. عيشتك تعيشك في حتة تانية، كأنك في السماء. بالظبط. لا الله يرحمها، كانت جميلة. يا رب. الإعلامية القديرة الأستاذة دلال الشاطر، أنا بشكر حضرتك جدا على المكالمة الجميلة دي، ميرسي أوي أوي لحضرتك. شكرا ليكم. ميرسي أوي. أحب أكلمكم كمان على حاجة حكتها لي الله يرحمها وقالتها في أكتر من حوار كمان، علاقتها بالنجم رشدي أباظة. دايما هو كان بيحاول يتقرب منها، بس كانت بتبقى متجوزه يعني، انما في مره ما كانتش متجوزه وكانت لسه منفصله يعني، جالها البيت وحاول يخبط على الباب ان هو يدخل بالعافيه، هي ما رضتش تفتح له ابدا، طلع المسدس وضرب الباب 3 رصاصات، وهي هربت من سلم المطبخ وراحت لوالدتها علشان كان عايز يقرب منها يعني ويتجوزها، بس هي قالت لي انا ما اقدرش اتجوز فنان او ممثل، احس ان بيقول لي التمثيل دوت وكلمه بحبك دي تمثيل مش صادقه. فده كان موقف، وفضلت محتفظه بال3 رصاصات اللي كسرها الفنان رشدي اباظه لحد ما ماتت، سايبهم في الباب كده واضحين تقول لي تذكار، لان انا بحبه كفنان انما ما اقدرش احبه كزوج. وقدمت مسلسلات زي فيلم العصابه وفيلم ومسلسل ايضا اوبرا عايده مع النجم الكبير يحيى الفخراني. لما اصبح عمرها 50 سنة، هي للاسف ما كانتش تعرف الصلاه قوي وما كانتش ملتزمه دينيا قوي، لما جه عمرها 50 سنة كانت عايزه تصلي، ما كانتش عارفه تصلي ازاي ولا تعمل ايه. كلمت الفنانه شاديه، قالت لها انا عايزه اصلي يا شاديه، اعمل ايه؟ قالت لها طريقه الصلاه كذا كذا، وقالت لها تمام هصلي. كلمها وفوجئت بمكالمه الشيخ الشعراوي، قال لها ايه يا ست مريم لسه فاكره؟ قالت له اعمل ايه يا سيدنا الشيخ، انا لسه بادئه عايزه اتعمق في الدين واعرف ديني كويس. وكان بيتواصل معاها جدا فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي. احنا معانا مكالمه، معانا الاستاذ ايميل، اهلا بحضرتك. مساء الخير، ازيك يا استاذ معتز؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك، اتفضل. اخبارك ايه يا فنان يا جميل؟ الحمد لله. اهلا بحضرتك معانا في برنامج حكايات فنيه، من اجمل البرامج اللي بحب اتابعها، وسردك لتاريخ الفن المصري الجميل اللي احنا افتقدناه من زمان. ميرسي قوي لحضرتك على الكلام الجميل ده. يا ترى متابع حلقتنا النهارده عن النجمه الكبيره مريم فخر الدين؟ طبعا متابع الحلقه. انت النهارده بتسر التاريخ، قامه من قامات الفن الجميل القديم المصري، ناس من اللي احنا اتربينا على فنهم الجميل واستمتعنا واكتسبنا المبادئ والقيم في الحياه بسبب فنهم.
ألف شكر لحضرتك. يا ترى بتحب لها فيلم إيه أو أعمال إيه حضرتك بتحبها لها؟ والله هو ليها فيلمين من الأفلام اللي أنا يعني بحبهم جدا، فيلم الأيدي الناعمة اللي كانت طالعة فيه مع الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة صباح وليلى طاهر، من أجمل الأعمال اللي عملتها الفنانة مريم فخر الدين. وعندنا كمان عمل فني جميل عملته مع الفنان شكري سرحان لما كانت طالعة في دور إنجي والفنان أحمد مظهر، رد قلبي رد قلبي طبعا. بالظبط، من أجمل الأفلام اللي بحبها للفنانة مريم فخر الدين. فعلا هي من أجمل أفلام السينما المصرية. الأستاذ إيميل، أنا بشكر حضرتك جدا على المكالمة الجميلة دي. عايز بس أقول حاجة قبل ما نختم، علاقة الفنانة مريم فخر الدين بالفنانة شهيرة، طلبت منها إنها تاخدها الحج وفعلا قامت بأداء الحج مع الفنانة شهيرة، وقامت بعدها بالعمرة 6 مرات. الله يرحمها الفنانة مريم فخر الدين، هتفضل دايما عايشة في قلوبنا كلنا. توفت في 3 نوفمبر 2014 بعد حياة فنية كبيرة جدا، وتفضل عايشة في قلوبنا. للأسف وقت حلقتنا خلص، انتظرونا الأسبوع القادم من برنامجنا وبرنامجكم حكايات فنية مع معتز سعد. بشكركم وإلى اللقاء.